اليوم اساتذه الاحتياطيين لمختلف الاطوار التعليميه الثلاث ولولايه سعيده اضافه الى المشرفين راهم في وقفه احتجاجيه من اجل مطالبه المديريه التربيه بالافراج او بالاسراع بالافراج عن القوائم للاساتذه الاحتياطيين على غرار باقي الولايات التي قامت باستدعاء الاحتياطيين منذ شهر. لهذا نطلب من مديريه التربيه الاسراع في استدعاء الاحتياطيين. نحن احتياطيون مشرف تربيه نطالب بالتوظيف المباشر بحيث نعتبر كاحتياط، تعرضنا للظلم، قمنا بسؤال الإدارة فكان الرد على أنه سوف يتم فتح مسابقة جديدة فيها 70 منصب. نحن نطالب بالتوظيف مباشر، لماذا هذا التعسف الإداري؟ المديرية احنا طلبناها باش تدير إحصاء المناصب شاغرة، مازال كاع ما تحركتش، مازال كاع ما دارت حتى اجراء. راه مهمشه الاساتذه الاحتياطيين والمشرفين الاحتياطيين. كما راكم تشوفوا احنا فوتنا على رمضان المبارك، في رمضان درنا ايضا وقفتين احتجاجيتين لكن بدون اي